بمحمد كفر المحامد يعظم وعبود تيجان القبول تنظم وله الشفاعة والمقام الأعظم يوم القلوب لدى الحناجر كظم. قمر تفرد بالكمال كماله وحوى المحاسن حسنه وجماله وتناول الكرم العريض نواله وحوى المفاخر فخره المتغزم. والله ما ذرأ الإله ولا برأ بشرا ولا ملكا كأحمد في الورى فعليه صلى الله ما قلم جرى وجل الديادي نوره المتبسم. طلعت على الآفاق شمس وجوده بالخير في أنواره ونجوده فالخلق ترعى ريف رأفة جوده كرما وجار جنابه لا يهضم. سور المساني من حروف ثنائه ومحامد الأسماء من أسمائه والرسل تحشر تحت ظل لوائه يوم الميعاد ويستجير المجرم. والكون مبتهج بهاء بهائه وبجيم نجدته وفاء وفائه فلسر سيرته وسين ثنائه شرف يطول وعروة لا تحصم. البدر محتقر بطلعة بدره والنجم يغصر عن مراتب غدره ما أسعد المتلذذين بذكره في يوم يعرض للعصاة جهنم. دهشته أقطار النبوة في حيرة فأتى خديجة باهتا متحيرا فحكت خديجة لابن نوفل ما جرى من شأن أحمد إذ قدت فاستفهم. قالت أتاه السبع في المتعبر برسالة اقرأ باسم ربك وابتدي فأجاب لست بقارئ من مولدي فثنى عليه اقرأ وربك أكرم. قال ابن نوفل ذاك يؤثر عن نبي ينشأ بمكة والمقام بيثرب سيقوم بين مصبر ومكذب وستكثر القتلى وينسفك الدواء. هذه علاماته وهذا نعته والوقت في الكتب القديمة وقته ولو أنني أدركته لأطعته وخدمته مع من يطيع ويخدم. قالت له فمتى يكون ظهوره وبأي شيء تستقيم أموره. قال الملائكة الكرام ظهيره والبيض ترجف والغناء يتحطم. وعلى تمام الأربعين ستنجلي شمس النبوة للنبي المرسل بمكارم الأخلاق والشرف العلي فثناه ينجد في البلاد ويسمى. ومن العلامة
أمتي يوم يبعث مرسلا لم يبق من حجر ولا مدر ولا نجم ولا شجر ولا وحش الفلا إلا يصلي مفصحا ويسلم فعليه صلى الله كل عشية وضحى وحياه بكل تحية تهدى لخير الخلق خير هدية وتعزه وتجله وتكرمه حب النسيم فما أتت منه أشجار وغردت بذي بشام الشيخ أطيار وضاحت البر أزهار الرياض فمن فضي مذهبها نور وأنوار فهزني الشوق لا دمعي يكف ولا قلبي إذا ما رمت الصبر صبار وطال عهدي بدار كنت ساكنها قد حال من دونها ند وأغوار فليت شعري هل الأيام تسعدني بوصل قوم لا أدي عنهم الدار أحن ودا وتذكارا لهم بهم والحب أقتله ود وتذكار يا جيرة الحي يا جيرة الحي كيف ينجدون أوهال بالشعب في ثمرات الحي سمار وهل ألمت صبان الدين مودعة للظاعنين وسارت أينما ساروا وأين حلوا من الوادي وهل ضربات لهم على العلم الغربي أخدار يا هائم القلب ثق بالصبر معتصما فكل شيء له حد ومقدار وإن بليت بأحكام الزمان فلا تجزع فللدهر إقبال وإدبار واعلم بأنك جار الأهدلي وفي زمام محترم يحمي به الجار فانزل بتربته إيما نزلت وتال أهذه طيبة والخلق الزوار أم مشهد الكعبة البيت الحرام وفي أكنافها الوفد حجاج وعمار بجاه من شوفت هذه البلاد به كما بأحمد قد ما سر القار بجاه من شرفت هذه البلاد به كما بأحمد قد ما سرف القار شغى الكتيب كتيب السدر صوب حيان أمامه بصنوف الخير مطار
ففيه سر من الأسرار مبتهي، في سبت كل ولي منه أسرار مهذب، شرف الله الوجود به وإنما ولد المختار مختار. ظل ظليل وغيث يستغيث به عدم وعرب وبدو ثم حضار. له الحماية في الدار في الدنيا ويوم غد، تمحى به عن جميع الخلق أوزار. ولو أشار إلى نار السعير خبت إن ذاك وانطفأت من نوره النار. ولو دعا بجماد الأرض معجزة لباه ترب وأشجار وأحجار. وكم له من كرامات إذا قرنت، وكم له من كرامات إذا قرنت بالبحر تخجله والبحر تيار. حلت محاسنه الأيام وامتلأت منها جهات كثيرات وأغطار. وفي المراوات الغراء شهب هدى هم في حظائر قدس الله أزهار. آل النبي وأبناء الوصي فهم في الأرض والعرض سادات وأخيار. قوم سموا برسول الله مرتبة فكل أفعالهم في المجد آثار. سبع المثاني ثناء يمدحون به ومدح غيرهم سجع وأشعار. وفيهم الفرد يحيى الأريحي له فوق الخليقة أغطار وأقدار. بدر منير إمام عالم علم سيف من السر ماضي الحد بتار. مبارك الوجه ترجى فيض نائله، مبارك الوجه يرجى فيض نائله، ومنه تغضى لبانات وأوطار. أما وآل علي الأهدلي فهم لخلعة الكون تطريز وأنوار. لا بعت شعرا نفيسا بالخسيس ولو هلفت جوعا فللأشعار أشعار. ولا تعاظمني في مدح منصبه مال ودار ودينار وقنطار، بل أطلب الخلد في أدنى محبته وما علي إذا أحببتهم آر. فهم ثمالي ومنهم نصرتي وغنى فضلي وقبلة غضبي أينما ساروا. أولاك إن عاهدوا أو وفوا وإن وهبوا، أغنوا وإن يستشعروا نصرة شاروا. كأنما الكون
شخص ميت وهم للكون روح وأسماع وأبصار ولم يزل جارهم يحمى وسائلهم يعطى وعارضهم بالخير مطار صلى الله عليه وسلم.